اسمح لي زميلي الدكتور محمد الجوهري يشرح عناصر الجامعه. اهلا وسهلا بحضرتك، بنرحب بيك في رحاب جامعه دول بالعالم التكنولوجيه، الجامعه اللي اطلت بالقرار رقم 72 لسنه 19، والجامعه جامعه حكوميه زي ما حضرتك عارف، مكونه من 5 مباني: مبنى تعليمي ومبنى الاداره ومبنى الورش والمعامل ومبنى الكافيتيريا والمسجد، وعندنا 10 معامل و10 ورش و20 قاعه صغيره كثافه 40 طالب واربع قاعات كبيره 80 طالب، وعندنا كمان 4 مدرجات، المدرج بياخد 340 طالب، والحمد لله مجهزه باحسن المعدات زي ما حضرتك هتشوف. عندنا كليتين، كليه الصناعه والطاقه وكليه التكنولوجيا والعلوم الصحيه، هنتعرف على بعض معاملهم. عندنا تقريبا 1580 طالب في اول سنه، تقريبا عندنا 60% من الطلاب من اسكندريه، وفوجئنا ان احنا كمان معاليك عندنا 40% من الطلاب المغتربين، فده يعني بيوضح ان احنا يعني مش بس على مستوى اسكندريه، انما الحمد لله منتشرين على مستوى الجمهوريه كلها. وهنفرج معاليك كده بعد اذنك في جوله. اتفضل.